خلف مشاهد الحرب المخيفة في تعز يرزح العديد من النازحين، وفي هذا المكان في قرى مديرية الوازعية غربي المحافظة بالتحديد يوجد الكثير ممن ضاقت بهم السبل ليعيشوا فصولا أخرى من الخوف والجوع والبعد عن منازلهم. هنا دشنت منظمة الهجرة الدولية حملة إغاثة قدمت فيها بعض المواد الإيوائية علها تخفف من معاناتهم. لنا عدة تدخلات في المنطقة من الجهة الإيوائية في أكثر من منطقة ضمن إطار مديرية رأس العارة والمضاربة. الاستهداف الحالي هو 200 حالة في منطقة ملبية، إن شاء الله سيكون لنا دعم في أكثر من مجال. هذه المساعدات وصلت إلى 200 أسرة نازحة في قرى الرويس، علاوة على وصول بعض المواد الإغاثية إلى 500 أسرة أخرى في الشريط الساحلي في منطقة العارة. إلا أن هذه الحملة الإغاثية وغيرها لم تغطي حجم المأساة التي يعيشها النازحون في قرى الوازعية، لتظل المشاهد المزدحمة بالمآسي والحرمان حاضرة وبقوة رغم وصول المساعدات.